أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الفلتر. بعد أن قمنا في الدرس السابق بعمليات الإعداد والتنصيب وأصبحت الفلتر جاهزة للاستخدام، وقمنا أيضا بتحميل الأندرويد ستوديو وذلك من أجل القيام بالتطوير على الأبليكيشنز الخاصة بالفلتر، قمنا بإضافة البلوج إنز الخاصة بهذه المكونات سواء على الدارت أو على الفلتر لأندرويد ستوديو، فقمت بإكساب هذا المحرر بعض الخصائص المتعلقة بالفلتر بهذا الشكل. والآن أيضا أستطيع القيام بإنشاء أبليكيشن بهذا الشكل، فلا حاجة للقيام باستخدام الكوماند لاين CMD وذلك من خلال كتابة التعليمات بشكل يدوي Create Application. ورأينا أيضا كيف نستطيع القيام باستعراض هذا الأبليكيشن على محاكي Emulator، قمنا باستدعائه بهذا الشكل. ولكن بعض السلبيات المتعلقة بالأندرويد ستوديو كما رأينا هي الحجم الكبير واستهلاك الذواكر بشكل كبير جدا، وإذا كان لابد من استخدام محرر مختلف عن أندرويد ستوديو يستهلك قدر أقل من الذواكر، فأستطيع القيام بالاستعادة إما بالإنتليجي أو أيضا بشكل آخر الفيديو ستوديو كود. قمنا باستخدام الإنتليجي وذلك لتطويره على لغة البرمجة دار، ودعوني أقوم باستخدام الفيديو ستوديو كود وذلك لرؤية كيفية القيام بتهيئة الإعدادات اللازمة لعرض الأبليكيشن الخاص بهذا المشروع على الفلاتر. نقوم بالذهاب إلى اللوكيشن الخاص بالأبليكيشن هنا، وأستطيع إما أن أقوم بالذهاب بشكل مباشر يعطيني هنا خيار القيام بالفتح عن طريق الانتليجنت، دعوني أقوم بفتحه عن طريق الفيجوال ستوديو كود. هنا من أجل إكساب هذا المحرر الـ IDE الخصائص المتعلقة بإدراك الأبليكيشنز والبروجيكتس المتعلقة بالفلاتر، فدعوني أقوم بالذهاب هنا للإكستنشنز ونقوم بالاستعلام عن دارت لتنصيب هذه البلوجينز. نقوم بتنصيب الدارت وذلك لإكساب كما قلنا الفيجوال ستوديو كود خاصية التحسس، فيقوم أيضا بإعطاء بعض السجستشنز وبعض السولوشنز في حال كان هناك أخطاء. تمام، وأيضا أقوم بتنصيب لوج إن خاص بالفلاتر بهذا الشكل. ننتظر قليلا فنراها بهذا الشكل. جيد جدا، دعوني الآن أقوم بالذهاب وفتح هذا الأبليكيشن. فنقوم بالذهاب إلى Open Folder وهنا سوف نقول Select Folder لنراها بهذا الشكل. وعندما نقوم بفتح هذا الملف الذي سوف نعمل على أساسه Main Dart، نرى كيف يقوم بتحسس هذه الكيوردز الخاصة بالدارت. جيد جدا، وأستطيع أيضا القيام بتشغيل هذا الابليكيشن بشكل مباشر عن طريق Visual Studio بالضغط هنا على Run فيقوم بتجهيز الإيميوليتر. إذا بهذه الطريقة إذا لم يتوفر لدي الإمكانيات الكافية لاستخدام الأندرويد ستوديو، فأستطيع الاستعادة باستخدام بدائل الفيجوال ستوديو كود. ونستطيع أيضا القيام بالاستخدام المباشر للCMD، دعوني هنا أقوم بإيقافها والقيام بتسكيرها. فنقوم بالذهاب إلى CMD ونقوم بالاستعلام على المسار الخاص بهذا الأبليكيشن، فنقول Flutter بهذا الشكل. لنقول هنا مثلا Flutter Run، سوف نرى كيف يقوم بالتطبيق بشكل مباشر على هذا الإيميوليتر. طبعا الغاية من استخدام هذه البلوجينز سواء على الدارت أو على الفلاتر هي عدم استخدام هذه الواجهة المجردة بشكل مباشر، والاستعاضة باستخدام نوافذ وإنترفيسز تكون أكثر تفاعلية مع المستخدم أو المطور بهذا الشكل. وأيضا تستطيعون القيام باستخدام هذه التعليمات أو استخدام هذه الروابط وذلك من أجل القيام بالاستعلام، فنستطيع مثلا رؤية بعض الواجهات، دعني أقوم بنسخها. وهنا إذا قمنا بوضعها في هذا البراوزر سوف نرى المكونات المتعلقة بالأبليكيشن عندي وذلك بصيغة تفاعلية إلى حد ما مع المستخدم، وأستطيع رؤية المكونات وكيفية القيام بتقسيماتها. فنرى هذه الأداة التي تقوم بتحليل الأبليكيشن الخاص بنا بهذا الشكل، فنرى هنا هذه المكونات التي قمنا بالاستعلام عنها وسوف نقوم بشرحها بشكل مفصل خلال الكود. طبعا بالنسبة للCMD أيضا أستطيع القيام باستخدام هذه الأوامر، فمثلا Hot Reload وذلك من أجل القيام بالتعديل على الأبليكيشن دون الحاجة للقيام بالكويت ومن ثم Rerun. وأيضا إذا كان من الصعب القيام باستخدام Emulator وكان حجمه كبيرا على الحاسب لدي، فتستطيعون الاستعاضة عن استخدام Emulator باستخدام الجوال الحقيقي. وهناك software أستطيع القيام بالربط بين الجوال الذي أقوم باستخدامه والجهاز الحاسب، وهذا البرنامج يدعى، دعوني أقوم هنا بالذهاب إليه، يدعى فعليا فايسر.
فإذا قمنا هنا بالذهاب إليه فنرى مثلا دعوني أقوم بأخذ عينة ديمو لرؤية كيفية عمله. نراه بهذا الشكل. تمام. فعليا أقوم بعرض الجهاز الخاص بي على الحاسب كإيميوليتر. دعوني أرى كيف أقوم بذلك. دعوني أعود هنا أقول داونلود. إما أن أقوم بتشغيله على ويندوز أو مختلف أنظمة التشغيل أو أقوم أيضا بتشغيله على البراوزر. دعونا نرى. طبعا لا حاجة للقيام باستخدامه على البراوزر. فعليا التطبيق هو ذاته، لذلك دعوني بشكل مباشر أقوم بتطبيقه على السوفتوير المخصص لويندوز. فإذا قلنا هنا قم بتحميله على الويندوز، بعد القيام بالتحميل قمت مسبقا بذلك فأستطيع هنا القيام بتشغيله. أنتظر قليلا ريثما يتم تحميله. فكما نرى هنا يقوم بالتعرف على الإيميوليتر الموجود مسبقا بهذا الشكل، وأستطيع الوصول إلى الجهاز المتعلق به. دعوني أقوم بوصله عن طريق USB. فنراه كيف تعرف على الجهاز. إذا قلنا run فنرى هنا كيف أستطيع الوصول إلى المكونات. حاليا أقوم بالتحكم عن طريق الجوال الخاص بي، وهنا أستطيع القيام بتشغيل الابليكيشن بشكل مباشر عن طريق الجهاز مع ربطه بالحاسب إن أردت، في حال كان تشغيل إيميوليتر يستهلك ذواكر واللابتوب أو الحاسب الخاص بي لا يدعم هذه الذواكر. جيد جدا. الآن دعوني أقوم ببعض الشروحات المتعلقة بهذا الكود. فكما قلنا تم الكتابة نسبة إلى لغة البرمجة دار، وهناك دورة تخصصية تستطيعون دوما العودة إليها على قناتنا. كما قلنا المين هو التابع الذي يقوم بتشغيل عنده، يقوم باستدعاء هذا الباراميتر والذي هو هذا الكلاس الذي فعليا دعوني أقوم بالاستعلام عن run application. أعتقد يقوم بتشغيل widget بهذا الشكل. وإذا قلنا الاستعلام عن هذه الwidget بالmy application نراها تقوم بالوراثة، وذلك من stateless widget. والstateless widget نقوم بالاستعلام عنها بالضغط على control ومن ثم enter، نراها أيضا وارثة من widget. جيد. إذن فعليا جميع الكومبوننتس التي تظهر للمستخدم هي widget، ولدينا أكثر من نوع بالنسبة لهذه widget سواء كانت stateless أو مثلا stateful widget. فأولا عندما أقوم بوراثة هذا الكلاس فعليا القيام بالoverride على بعض الميثودز، وذلك بما يتناسب مع الابليكيشن الخاص بي. فنقوم هنا بوضع title، وذلك من خلال return على هذا الكومبوننت material application مع قراءة هذه الشروحات من أجل التفصيل. ومن ثم بالنسبة لما يعرض لدي ففعليا أقوم بذلك من خلال الهوم، فأقوم باستدعاء هذا الكلاس هنا على هذا الكونستركتر. وكما تعلمنا بما أنني أقوم بتمييز البارامترات في هذا الشكل فهي تعبر عن optional parameter كما نراها هنا، تم وضعها ضمن أقواس لذلك هي optional، وأعتقد تم وضع كلمة require أي أنها مطلوبة. كما قلنا هذا يعبر عن title، وعندما أقوم باستدعاء هذا التابع فعليا فأقوم باستخدام هذه الستيت والتي تتكون هنا من هذه الصفحة التي تعبر عن الكاونتر التي راها هنا. دعوني أقوم بفتحها. ففعليا ما يعرض لدي هنا في هذه الواجهة هو محتويات هذا الكلاس. وهنا قبل التعمق في هذا الكونتنت وهذا المحتوى دعوني أعود هنا إلى هذه المعلومات. فمن أجل القيام برؤية هذه الانفورميشن إذا قلنا هنا مثلا قم بتصغير هذا الابليكيشن فنرى هنا Flutter Demo تعبر عن هذا الاسم. دعوني أقوم بإضافة لون مثلا إذا قلنا Color، وهنا مثلا قم بإضافة Colors Green، وقلنا هنا Hot Reload. لننتظر قليلا فنراها بهذا الشكل. جيد جدا. إذا نستطيع القيام بالتعديل كيفما أشاء بهذه الطريقة، أو مثلا دعوني أرى إذا قمت بالتعديل على الأساسية هنا في هذه الثيم وقلنا مثلا قم بإضافة Red وقلنا Hot Reload فنراها بهذا الشكل وتعبر عن الألوان الأساسية، لا بأس بها. الآن لإكمال الشرح بخصوص هذا المحتوى، كما قلنا جميع ما يظهر للمستخدم هو نتاج كتابة هذه الأكواد الموجودة هنا، ولكن فعليا خلافا لما نراه في الأندرويد ستوديو فلدي قسمان أقوم من خلالهما بتطوير الكود من ناحية كتابة الفانكشناليتي والأكشنز، وأيضا لدينا مرحلة الديزاين الخاصة باللاي أوت فأقوم بتصميم واجهة وأقوم بالربط فيما بينها. هذا كان في الأندرويد ستوديو. دعوني أقوم بإلقاء نظرة ربما
هناك بعض الملفات التي تساعدني على هذا الشأن. مثلا في هذا المين لدينا resources خاصة باللايأوت، وأيضا لدينا هنا في الجافا ما أقوم بكتابته كأكواد. ولكن فعليا بالنسبة للفلاتر فليس هناك هذا التفصيل، جميع ما يظهر للمستخدم يجب أن أقوم بكتابته كأكواد. فللقيام بشرح هذا المحتوى فأقوم باستخدام هذا الفانكشن الذي على أساسه أقوم بالتعديل على الستيت، كما قلنا هو من نوع ستيت، وفي حال أحسس اختلاف في الستيت فيقوم بالتعديل على الكاونتر بمقدار 5. هنا قمنا بتعريف هذا الكاونتر، وأيضا بالنسبة للتايتل قمنا بتعريفه هنا وحفظه في فاينل أي لا يتم التعديل عليه. بعدها نقوم هنا بالأوفررايد على هذه الميثود والتي هي بيل، وتحوي على هذه المكونات هذا البار الذي يحوي على التايتل هنا، فنرى هذا التايتل هنا بهذا الشكل. وأيضا سوف نرى بالنسبة للبودي يجب أن يحتوي على هذا المكونات. إذا قلنا بالاستعلام هنا لدينا تشايل، وبالنسبة لطريقة التوضع فهي في المركز سنتر، ولدينا ابناء من نمط تكست. بالنسبة للابن الأول هي هذه العبارة You have pushed this bottom this many times تماما كما هي مكتوبة هنا. والابن الثاني هي القيمة عبرنا عنها بالدولار ساين الخاصة بهذا المتحول والذي هو الكامل. تمام، ونستطيع القيام بإضافة ستايلز كيف ما نشاء، وذلك للتعبير عن حجمه لنقول مثلا header 1 فنراه بهذا الشكل. تمام، وبالنسبة للأيقونة تظهر هنا ففعليا هذه تعبر عن زر floating action button يحتوي على action من نمط on press عندما أقوم بالضغط عليه، وهو فعليا هذا الفانكشن الذي قمت بكتابته تمام أو الذي كان جاهزا مع الابليكيشن. ويحتوي أيضا على هذا التب فنراه عندما أقوم بالضغط عليه بشكل مطول هذه الكلمة increment. وبالنسبة للأيقونة أستطيع القيام بالتعديل عليها، تظهر هنا كما رأيناها بشكل زائد تمام، وأستطيع القيام بالتعديل عليها كيفما أشاء. فلدينا هنا هذه الأيقونة أي تظهر بهذا الشكل، مثلا نقوم بوضع هذا الشخص لنراها بهذه الطريقة. فهذه هي المكونات الأساسية التي أستطيع من خلالها القيام بالتعبير عن المحتوى الذي سوف يظهر للمستخدم. وكما قلنا بالنسبة لملف الخرج الـ ABK سوف نراه موجودا في البيل Application Output ومن ثم Flutter ABK لنرى هذا الملف في هذا المكان. وأستطيع القيام بالاستعلام عنه أيضا باستخدام برامج متعددة، إما باستخدام هذا الإيميوليتر فأقوم بالنسخ واللصق هنا، أو أقوم مثلا باستخدام برنامج آخر قمت بتنصيب برنامج يدعى Nox Player وهو إيميوليتر مستقل. أستطيع القيام بتطبيق هذه الأبليكيشنز في حال تجهيزها لنرى كيفية القيام بعرضها وكيف سوف تظهر على الجوالات. فنراه بهذا الشكل. إذا قمنا بنسخ هذا الأبليكيشن ووضعه هنا يحتاج بعض الوقت للقيام بتحميله وتنصيبه، نرى كيف تم التنصيب بنجاح. إذا قمنا بالضغط عليه لتشغيله فنراه بهذا الشكل. أعتقد لم يقم بالتعديل على النسخة الأخيرة، ننتظر قليلا نرى كيف تم بناء الأبليكيشن بشكل ناجح وتم عرضه بهذا الشكل. إذا قمنا بالاستعلام عنه مرة أخرى نرى كيف تم التعديل على زمن الإنشاء. لنرى الآن، دعوني أقوم بالعودة ونقوم الآن بتنصيب هذا الأبليكيشن الجديد. لنقوم الآن بتشغيله فنراه بهذا الشكل. جيد جدا، إذا بهذه الطريقة نستطيع القيام بالتعديل على مختلف المكونات، وقمنا بالاستعلام بشكل عام عن الكومبوننتس والمكونات المحتوى في هذا الابليكيشن. وسوف نرى في الدروس القادمة المزيد من هذه المعلومات والتعرف على المزيد من هذه الكومبوننتس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.